حوت ضخم يلفت الأنظار، اختراق إلى مناطق 45,000، وما هو القادم؟ بتمنى من صديقي تلقي نظرة على قناة التليجرام لتشوف أرباحي بنفسك ولتشوف صفقاتي الحققنا منهم مرابح كبيرة. وإذا كنت بتفضل الصفقات بسوق الفوركس، ما عليك صديقي إلا تعمل الحساب عن طريق الرابط اللي بأسفل الفيديو، تعطيني رقم حسابك لأضيفك على القناة بشكل مباشر. صديقي صفقاتنا مجانية بالكامل. هلا شباب خلونا ننتقل للمحتوى. حوت مريب يجمع أكثر من 1700 حبة بيتكوين قبل القرار الضخم اللي منتظرينه اللي منتوقع صدوره يوم الأربعاء. الحيتان الآن شباب عم تعمل كل الجهود للحصول على أكبر عدد من حبات البيتكوين. صديقي هذا الحوت كان مثير للدهشة، جمع 1700 حبة بيتكوين. طبعا صديقي هاي الأخبار من مزودة البيانات من مجلة الانفينستيك الخاصة بالعملات الرقمية، طبعا البيانات رسمية على السلسلة. تحرك هذا الحوت مميز خلال يومين الماضيين. صديقي الأنظار كلها متجهة لهذا الأسبوع اللي ممكن تشكل منعطف حاسم لصناديق البيتكوين في الولايات المتحدة. صديقي مع هاي الأخبار الإيجابية، البيتكوين شباب عمال بيحاول يخترق نمط المثلث الصاعد. صديقي البيتكوين بهاي الأسعار من عام 2022. صديقي البيتكوين بعد كسر هذا المثلث، أول قمة ممكن نواجهها 47,200 47,600، بحال تم اختراق هاي المنطقتين رح يكون هدفنا وبشكل صريح مناطق 50,000. طبعا صديقي هاي المنطقة منطقة مقاومة نفسية، منطقة تصريف للحيتان. صديقي عليك الحذر من هذا الحوت اللي تم اكتشافه اللي عمالي بيجمع من حبات البيتكوين. ممكن صديقي مع اي ارتفاع بسيط ممكن يحقق له مكاسب كبيرة، ممكن يبيع ويفرق. لذلك صديقي البيتكوين مهدد من مناطق 50,000. اما صديقي عن صفقتنا اللي دخلناها بعملة الكي، كان سعر العملة 0.0045، والآن صديقي نحن بالرغم من هبوط العملة نحن على مربح 10%. وإذا كنت بتفضل أهم الصفقات الناجحة والمدروسة بدقة، أتمنى منك صديقي تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وأتمنى منك صديقي إذا استفدت من هاي المعلومات لا تنسى صديقي دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب، ولا تنسى تفعل زر الجرس لينتشر وليصل لأكبر عدد من الأشخاص لحتى يستفيدوا من هاي المعلومات.